السلطات الأردنية بتخاف من الأصوات الحرة ومن الفضاء الرقمي. بدنا وحدة وطنية بتجابح هاي السياسات على بدنا وحدة الضال. وحسب مادة 12 في مشروع هذا القانون، استخدام الـ VPN أو التور أو بروكسي أو أي وسيلة لتغيير عنوان البروتوكول الإنترنت أو الـ IP رح يعتبر جريمة إذا تم استخدامه بالتوازي مع أي عمل غير قانوني آخر. وقبل إقرار أي قانون جديد، نحن في الأردن الفضاء هذا مراقب ومحجوب. أحياناً بالتزامن مع مظاهرات أو أي أزمة سياسية بيتم حجب بث المباشر تبع فيسبوك. Yeah,